ولا ولا انت لو الناس خالي لما ابتليت ما نفعني عمي ولا خالي أتوسل إليك يا رب العالمين إنك تجيب العواقب سليمة يا رب أو تشفي شيخ زعلان الفرحان شيخ بني شميلان أو فارز الفرزان وأمير العربان وتعافيه من مرضه وتزيل الشدة عن قلبه. قولوا معي آمين يا النشامة. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تصدقوا بالله يا جماعة الخير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عليم الله من يوم نقلوا شيخنا وكبيرنا ومشيرنا وتاج راسنا الشيخ زعلان على المدينة وعيني ما ذوق النوم. ليش مين فينا قادر ينام يا نايف؟ أدعو له يا جماعة الخير حتى رب العالمين يمن عليه بالشفاء العاجل. ألو هلا مرهج. هلا والله شلونك؟ شلون علومك؟ وش هو أخبارك؟ بشر يا وجه الخير، بشر تشوف. ها؟ شنو تقول؟ العملية نجحت؟ العملية نجحت، العملية نجحت، يا رب لك الحمد. الشيخ صحته زين؟ الله يبشرك بالخير يا وجه الخير، الله معك. يا جماعة، العملية نجحت، نجحت العملية يا النشامة. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لك يا رب. الحمد لله يا رب. نجحت عملية الشيخ يا الربع. لا. نجحت عملية الشيخ زعلان يا الربع. يا الربع. يا للعشيرة. يا للعشيرة. مبروك يا للعشيرة. مبروك. يا للعشيرة. يا الربع. يا أحد العشيرة. بشارة خير. نجحت عملية الشيخ زعلان. يا جماعة الخير. قول قول يا شيخ. يا شيخ عبد العاص. والله ترى ودي اغني قصيد بمناسبة شفاء الشيخ زعلان. قول. اطلع بنغم الرباب يا طراد. قول يا طراد. جود يا شيخ. قول الجمري حج الوداع ويثبت حجته للشاهدين. مقدر على بعدك يا شيخ ساعة والعشيرة من خرابي يطق حزين. قولي دالحين نرغب في سماع وصولك سالما من ذي المدين. يسلم اثمك يا ابو دعاس. يسلم اثمك. الله يسلمك يا جماعة الخير. دحين حنا فرحانين ومبتهجين بسلام الشيخ عشيرتنا وتاج راسنا الشيخ زعلان. اي والله يا ابو دعاس قلبنا هم للفرح قاعد ينط نط. بس حنا كمان يا الربع يعني ضروري نقوم بالواجب ونسافر لعنده على العاصمه حتى نزوره ونطمن عليه قبل لا يجي الهان. اي بالله هذا هو الحكي الزين. معلوم لزوم بنشوف الشيخ ونطمن عليه.
لأنه مثل ما تعرفون الشيخ زعلان رجل شهم ونجمي ويحب العزوة، وضروري لما يفيق ويصحى من البنج يلاقي عزوته حواليه، ضروري يلاقي رجال صناديد شجعان ما تهاب المنايا، فرسان أجاوز تفتديه بالروح والدم بعد. حن لها يا أبو دعاس، حن لها. اي بالله حن لها. لزوم نروح كلنا على المستشفى. اي عيب ما نروح يا الربع. لحظة لحظة يا وجوه الخير، إذا حنا ودنا نروح كلنا على المستشفى، ترى ما تكفينا مستشفى واحدة، بدنا مستشفيتين أو ثلاث على أقل تقدير، لأنه عددنا كما لا يخفاكم 10,000 راس تقريبا. طيب وشنه الحل يا أبو دعاس؟ والله ترى أنا برأيي أنه نختار وفد من وجهاء القبيلة، وهذا الوفد راح يمثل كل بطون وأفخاذ العشيرة، وهو اللي ينوب عن كل القبائل بزيارة الشيخ زعلان. وموافقين؟ اي موافقين. موافقين يا شيخ أبو دعاس. وترى أني بهذه المناسبة يعني أود أسمعكم قصيدة، يعني هالقصيدة تعجبني كثير. الموت علينا حق، ومن هذا المنطلق أود أسمعكم القصيدة. قول. غير مجدي أملتي واعتقاري، نوح باش ولا ترنم جاذي. جاذي وش بيهن صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. نادي صح، هذه قبورنا تملأ الرحب، لعد عويش ما بتقلي وين القبور من عهد عادي. يا وجوه الخير، كلنا منعرف كبيرنا وصغيرنا والمقمط بسريرنا إنها الشيخ زعلان من أهم شيوخ البدو. وهالشي مش بس لأنه شيخ أكبر عشيرة هان، هالشي لأنه كمان الشيخ زعلان صاحب حسب ونسب بيشرف كل العربان. ولا تنسوا بعد أن الشيخ زعلان هو ولد فليحان، ولد سطيحان، ولد فليجان، ولد الشيخ بعيجان اللي كان إلو الفضل بتوحيد العربان، ولم شمل أكبر 13 بالبادية والجزيرة. ومثل ما تعرفون يا وجوه الخير، الشيخ بهجان من سلالة بني عبس قبيلة الفارس المخوار عنتره بن جداد. والنعم والله ولها شيء، هذا حنا لازم نوقف مع شيخنا بهيك محنة، وأقل واجب ممكن نفعله إننا نشد الرحال على العاصمة ونقعد فوق راسه ونشق عليه ونتطمن على أحواله. قولي صح ولا شلون؟ إلا صح يا شيخ أبو دعاس، كل فراد العشيرة حابين ينزلوا على العاصمة حتى يتطمنوا على صحة الشيخ. كلام سليم، بس حنا بالتالي ما نقدر نأخذ كل ولاد العشيرة على العاصمة، ولها السبب ودنا نختار من كل بطن أو فخذ 4 أو 5 من وجوه الخير. يعني ما بمانع يا شيخ أبو دعاس، بس كيف ودنا نختارهم؟ يعني نخاف على اللي ما ينول شرف زيارة الشيخ زعلان ينكسر خاطره ويزعل. معناها ما بو قدامنا غير حل واحد. وشنه الحل يا شيخ؟ والله الحل يا مزعل إنه نختار النجامة بالقرعة. ول 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 وإذا حنا ما نجحنا بالقرعة يا شيخ أبو دعاس؟ لا يا نايف لا، الأعيان وشيوخ البطون والأفخاذ يروحون مع الوفد من دون قرعة، والباقين بالقرعة. وترى مين الأعيان اللي ما راح يدخلون القرعة يا عم الشيخ أبو دعاس؟ أني والشيخ مزعل والشيخ نايف والشيخ شعيس شيخ بطن الشعايصة والشيخ برهوم شيخ فخذ الرحالة والشيخ رحال شيخ بطن الصوالحة والشيخ شامخ شيخ فخذ الشوامخة والشيخ عكاش شيخ بطن العكاكشة والشيخ طنيش شيخ بطن الطنانشة. ولا تنسى شيخ بطن الفطاحلة الشيخ فطحل. اي بالله اي بالله صحيح، كنا رح ننسى الشيخ فطحل. لسه في حدا كمان؟ اي بو الشيخ وردان. اوه صحيح صحيح، والشيخ وردان لسه في حدا بعد؟ لا ما بقى حدا يا شيخ. أصبح دحين ودنا نختار 3 نشامة من كل فخذ،
ونشمين من كل بطن، إضافة على الشيوخ اللي عدناهم. إيش رأيك يا شيخنا؟ نختار النشامة بالانتخابات. لا لا يا مزعل، الانتخابات بتعمل حزازات، وحنا ما ودنا نعمل حزازات. وهالحز خلينا على القرعة بيكون مليح. يا جماعة الخير، عم الشيخ أبو دعاس يهرج زين، خلينا على القرعة أحسن. ارميها ها، ينطيش العافية. ها ينطيش العافية ها. وأنا آخر واحد يا شيخ. بارك الله بي. وهسا عود النتيجة يا شيخ. أي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هات أشوف. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. مصلح الهايش من فخذ الشوامخة. مبروك يا شيخ هايش. مبروك يا شيخ. الثانية. طافش الأعرج من بطل الصوالح. مبروك يا شيخ عرش. مبروك الله. مبروك الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. زين الثالثة. يا الله. هزاع الاصطحان من فخذ الرحاحلة. شيخ هزاع. مبروك يا شيخ هزاع. الله يبارك فيك يا شيخ. مبروك يا شيخ. مبروك يا شيخ. الرابعة. يا الله. تفضل. بسم الله. صقر الطايش من بطن الشعايز. هالصقر دايم طاير. ايش رايش يا بنت العم؟ بالله انك مزيون ومهيوب يا ولد العم. من قلبك الحكي يا مشاعيل. الا من قلبي ومن صمصوم قلبي بعد. يشهد ربي انك ازين وهيب رجال بالعشيره كلها. قولي لي يا مدعاس، ما تريدين شيء من العاصمة؟ اي بالله اريد يا ولد العم. وايش تريدين يا مشاعل؟ اريد قنينة بارفان يا ولد العم. ها؟ شنو البارفان؟ يعني قنينة ريحة. واريد بعد قرطين ذهب وخاتم. ول 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 يا بنت الحلال، انا رايح على المستشفى ازور شيخ العشيرة ومالي نازل على سوق الصاغة. ادري، بس إذا صار معك وقت بعد المستشفى اخطف رجلك على السوق وجيب لي الحوائج اللي طلبتها. حاضر يا بنت الحلال، راح اخطف رجلي على السوق كرمال عيونك. بدري عليك بدري. بدري يا مالك أنا أمري. أمري الحب غير ونار إن كنت لا تدري. أدري. ولا تنسى يا مزعل إنك تجيب علبتين حلو للعجيان. ول 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 ول، علبتين حلو للعجيان. اي علبتين، علبة للعجيان وعلبة الهلي. ولا انت يا مزعل ما تريد ان هي ياكلون الحلو؟ انت نسيتي يا نوفا ان ابوج ضرسه منخور ومسوس وما يسوى له اكل الحلو. صحيح ابوي ضرسه منخور ومسوس، لكن امي ضرسها مش منخور ومش مسوس وتقدر تاكل حلو. طيب غير الحلو تريدين شيء؟ اي اريد قلم كحلة وإصبع حمرة للشفايف وعلبة ماسكرة. يا نوفا إيش فهمني بهالحوائج يا نوفا؟ أنا ما أعرف أفرق بين قلم الكحلة وقلم الستيلو وبين إصبع الحمرة وإصبع الديناميت. تريدين مني أصير مضحكة بالعاصمة يا نوفا؟ شو يعني يا مزعل؟ إذا 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 اشتريت من العاصمة هالحوائج لحرمتك تصير مضحكة؟ طيب يا نوفا طيب، انسي الحمرة والمسكرة، إيش رايك أجيب لك شحاطة زنوبة من العاصمة؟ زنوبة؟ زنوبة يا مزعل؟ خلاص عازك وعوازك، خلاص ما عاد ودي شيء. ينطيش بالعافية. الله فيك يا شيخ. الله يا جماعة، يا جماعة الخير، اطلع واحد ورا الثاني، هالحس مستعجلين، وخلي التبويس لشوارب الشيخ زعلان
والقبل لصحته المهيوبة. يلا يا جماعة. الربع تفضلوا تفضلوا. سلامة يا أبو دعاس. سلامة. لا تركي ولا يهمني. يا عم الشيخ ابو دعاس، يعني متى نقدر نفوت نشوف الشيخ زعلان؟ يلا يلا دقيقه هالحس ندخل. والله يا شيخ ابو دعاس يقولوا له الزياره ودها اذن. ودها اذن؟ ومين قال هالحكي؟ اي هذا الهرج اللي سمعته. ليش حنا من متى كنا ناخذ اذن؟ اه وقت نحن عشيره ابن شبيلان. تدري شنو هو يعني عشيره ابن شبيلان يا مزعل؟ اي أدري يا شيخ أبو دعاس أدري. نايف الحقني تشوف. حاضر يا عمي. ينطيش العافية يا النجمي. الله يعافيك. خير يا جماعة؟ شوف في ليش هالعجقة؟ ما في شيء، يجعلك سالم إن شاء الله. هالوجوه الطيبة اللي شايفها قدامك كلهم من وجهاء عشيرة بن شبيلان. أهلا وسهلا والسبعة أنعام والله. أو جايين بلا مآخذة منك أو مستحة نزور شيخنا وتاج راسنا الشيخ زعلان الفرحان. هون عنا بالمستشفى؟ إي بالله يا أخوي، الشيخ زعلان عمل عملية قلب مفتوح هان بالمستشفى، والحمد لله العملية نجحت ورتشبوا له برابيتش وخراطيم ورجع يتنفس الزلمة، وحنا دالحين جايين نزوره ونشق عليه. شو هالحكي هاد؟ وجاي 200 واحد مشان نزوره مريض؟ ول هالحس نحن 200 واحد. شو انت ما تعرف الحساب؟ نحن كلنا على بعضنا 28 وجه من وجوه العشيرة. انعم واكرم والله، وكلياتكم تكون زوروا الا كلنا، لكن نصنا. يا ولد ما تستحي على وجهك، شو الاسئلة هاي اللي ما لها طعمة؟ ما تفهم؟ على كل حال اذا كنتوا 30 او 3 مو هذا المهم، المهم انه هلأ ممنوع الزيارة. ول ومين انت حتى تمنعنا؟ انت تدري شنو تقول ولا تراك تهرف وتهذي وتخرف؟ لك حبيبي مو انا اللي عم امنعك، النظام والقانون بالمستشفى هيك بنصه. بعدين يكون بعلمك انه مواعيد الزياره بين 3 و4 وهلا صارت الساعه 5، يعني هلا ما في زياره. سمعان يا نايف؟ سمعان ايش يقول هذا الزين؟ يقول القانون والنظام. سامع يا عمي سامع. اسمع يا هالنجمي، هذا اللي تقول عليه نظام وقانون ما يمشيش علينا. حنا فوق القانون، فوق النظام، حنا فوق التعليمات والتوجيهات والخرابيط اللي بتحطها الدولة كلها. أوف، وليش بقى؟ يعني أنتوا على راسكم ريشة؟ أسمع يا ول، نحنا مش بس على راسنا ريشة، حنا على راسنا 60 ريشة بعد. وك حنا وجوه عشيرة ابن شبيلان يا وجه البوم، وك ما تسمع فينا أنت؟ ولا مالك عرفان وين الله حاطك؟ يا سيدي على عيني وراسي انت وعشيرتك، بس بصراحة أنا بحياتي مو سمعان باسم هيك عشيرة، ورغم هيك أنا ما بقدر أخالف القانون. وكأنه قانون هذا يا وجه الشوم. شو هالقانون إذا بده يمنعنا عن شيخ عشيرتنا وتاج راسنا الشيخ زعلان؟ عمي أبو دعاس. إي. ما ظل قدامنا غير حل واحد. شنو؟ تشبسوا. تشبسوا؟ شلون يا ول اتشبسو؟ يعني انطيه قرشين وخلينا نتيسر لجوا. يعني بيمشي الحال بقرشين؟ اي يمشي الحال، هي صايره المدينه. اسمع يا وجه المؤمنت، خذ
خذ هذن وسهل سهل امرنا علينا، ربنا يسهل عليك. اعوذ بالله، شو ناوي تخرب بيتي انت؟ خذ حبيبي، انا مستحيل اخذ منك ولا قرش. ما قلت لي ايش بتسوي؟ مش عم ينشبس معاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يعني لا بالحسنه تبغى تفوتنا ولا حتى بالرشوه. بقى شنو الحل؟ حيرتنا يا بخش القلب. الحل ارجعوا بكره الساعه 3. وقفه ما شنو عم تقول انت يا بهيم؟ حنا وجوه فرسان عشيرة بني شبلان، وفرسان بني شبلان بعمرهن ما رجعوا. شو مالك قاري تاريخ بالمدرسة انت؟ اسمع شو راح اقول لك ولك. ارفع سماعة الهاتف اللي عندك هي، واتصل بكبار المسؤولين بالبلد وقل لهم انه وجوه عشيرة بني شبلان واقفين على باب المشفى ممنوعين من الدخول، وشوف شو راح يجاوبونك. والله يمكن يلعنوا افطاسك وافطاس اللي حطوك. هاد اخي انا راح احكي مع المسؤول اللي جوا، اكثر من هيك ما معي صلاحيه. شو عم بتقول؟ ما فهمت عليك. علي صوتك شوي. نعم، قبيله بني شبيلان واقفه تحت. ولك شو شايف منام انت؟ لك وضح وضح شو عم بتقول. لك وضح لأفهم عليك. بس شو هالحكي؟ كم واحد يعني؟ يعني بحدود 30. 30 شخص؟ اوف 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 اوف. وما عم يرضوا يتزحزحوا من محلاته. طيب اسمع لهلا، انت بعت لي شي واحد او اثنين منهم وانا بتفاهم معه. ما بعرف، انت شوف اكتر واحد معنطس فيهم وبعت لي اياه. يلا انا عم بنتظر بمكتبي، يلا باي. عفوا يا عم، انت ابو شو بينادوا لك؟ ول 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 وك انا ابو دعاس راعي المهره، معقولي ما تعرفني؟ وك يا حيف عليك يا ولد المدينه، يا حيف عليك. في حد ما يعرف الشيخ ابو دعاس يا وجهه؟ شو عدم المؤاخذه يا جماعه، اللي ما بيعرفكم بجهلكم. عمي ابو دعاس، استاذ عدنان حابب يشوفك شوي. ومنو هذا الاستاذ عدنان؟ بتعرفه يا نايف؟ لا بالله يا عم الشيخ، بعمري ما سمعت به. يا عمي حنا مالنا جايين لنقابل مسؤولين ووزراء، حنا جايين نزور الشيخ وكفانا فخره. يا سيدي معك حق، بس هو حابب يشوفك مشان هذا الموضوع بالذات. لا حول ولا قوه الا بالله. امشي يا نايف تنشوف هذا الاستاذ عدنان ويش بده. تفضل يا عم الشيخ. وين الطريق؟ مكتبه بالطابق الرابع. بو اسانسير ولا ما بو؟ اذا ما بو اسانسير ما روحه. لا في اسانسير، لا تاكل هم. زين هذا كلام زين، امشي يا نايف امشي. تفضل يا عمي. الله اكبر. يا الله. لك يا جماعه الخير، نحن مو ضد حدا، ونحن مقدرين مشاعركم النبيله تجاه شيخكم الجليل، بس يعني بس شنو هو يا وجه الخير؟ لك يا حبيبي، الانظمه والقوانين الموضوعه في هذه المشفى وضعت من اجل سلامه المرضى وراحتهم. شو يعني؟ انتوا حريصين على صحة الشيخ اكثر مننا؟ هزلت يا نايف، والله هزلت. والله يا شيخ هزلت. لك لا يا اخي، مو هذا القصد، مو هذا القصد، بس نحن كمان عنا مرضى كتير بالمستشفى وبتهمنا راحتهم. يعني بصراحة دخول هيك عدد كبير لزيارة مريض واحد ممكن يسبب لنا احراج. شوف يا وجه الخير، اذا كنت انت محروج حنا نقدر نحكي مع اكبر المسؤولين بهالبلد، وكنحنا رؤساء وزارات بيتمنوا يصافحونا، وكنحنا عشيرة بني شبيلان يا بشر، بني شبيلان. هات الموبايل من عندك يا نايف، هات. تفضل يا عمي. يا جماعة أنا برأيي ما في داعي نزعج المسؤولين بهيك موضوع، طالما نحنا بنقدر نحله. وشلون بدنا نحله دالحين؟ أنا برأيي ما في داعي يفوت كل هالعدد الكبير على المستشفى، يعني اختصروا يفوتوا شي 4-5 وبس. شنو هالحكي يا الاستاذ؟ والله ويلي اسمه الله، اذا حدا من النشامى اللي برا رجع على عشيره من دون ما نشوف الشيخ راح يموت دقيق. ثم انه نحن مخصورين العدد 5 مرات، يعني ما عاد يتخصور معنا اكثر من هيك. بيتخصور يا نايف؟ اعوذ بالله يا عم، ما يتخصور. والمعنى؟ المعنى بقلب الشاعر، يعني كل هالنشامى اللي شايفها برا قطعت كل هالجبال والبراري لحتى تشوف الشيخ، وما حدا عنده استعداد يرجع على المضارب من دون ما يشوف الشيخ ولو على قطع ركبته.
انا عندي حل. وشنو هالحل؟ عجل. انا راح اقدر وضعكم واتغاضى عن المخالفه الكبيره، وراح اسمح لكم بزياره الشيخ على مسؤوليتي الخاصه، بس على شرط. اشرط يا وجه الخير، اشرط. بتفوتوا لعنده بنظام وانضباط. إيه؟ بتفوتوا لعنده اثنين اثنين. إيه؟ اثنين بفوتوا واثنين بيطلعوا. إيه؟ طبعا هذا حرصا على سلامه شيخكم، الهي يطول بعمره. شو رايك بقى؟ يطول عمره انت الثاني، والله ما ادري. ايش رايك يا نايف؟ شورك يا عم الشيخ، شورك. طيب ما يخالف، موافقين. كويس كتير. مسؤولية النظام والانضباط بتوقع على مسؤوليتك انت. ها ما يخالف، حنا لها يا الاستاذ. طيب. الو يا اسماعيل، تبعت لي واحد يرافق الجماعة على غرفة العناية المشددة منشان يفوتهم بنظام وانضباط. طيب ماشي الحال، شرفوا، تفضلوا. تفضل يا عم الشيخ. كيف؟ الله يعينك يا شيخ، شو بدك تتحمل حتى تتحمل؟ الله يشفيك. يالله يهرب عقوم. أول شيء أصوالحه، وبعدين الشوامخة، بعدين الفطاحلة، بعدين الرحاحلة، بعدين الجعايصة، بعدين العكاكشة، بعدين الطشاشنة. يالله يا شام، وين الدرب يا خوي؟ من هون، تفضلوا معي. سيروا سيروا يا هالربع، سيروا يا هالنشامة. مسيرة الألف ميل بتبدأ بخطوة واحدة، سيروا. يلا الحقونا يا بابا. يلا الله يقومينك يا معثر. يلا يا مرهج. يلا الله ما تستاهل يا شيخ. الله يخلي لك صحتك وتقوم وترجع لنا بالعافية. الله يطول عمرك يا شيخ. قرب جاي قرب جاي. يلا من السائقين قرب يا مرج. يلا يا معزه. يلا خف رجلك، خف رجلك. اسمعوا يا هالنشامه، أول شيء راح نفوت علي ونايف، وبعد ما بنطلع نحن منفوت بالدور. اثنين بفوتوا واثنين بيطلعوا، ولا تكثروا هالرجعة. كلمتين ورد غطاهم مشان ما نتعب الشيخ زعلان. تفضل إذا بتريدوا، بس أوكن تزوج المريض. زين، تفضل يا نايف. أنا جاهز عم الشيخ، تفضل. يا الله يمطيش العافية يا شيخ زعلان. يا هلا بخوي ودعاس. ألف لا بأس عليك يا عمي شيخ زعلان، ألف لا بأس عليك. وهي بوسة من خشمك، وهي قبلة من خدك، الله يخليك، وهي لحسة من ذكرك بعد. عشت يا ودعاس، عشت. يا هلا بالنشامة، يا هلا بعزوتي. والله يوم اشوفكم ترد الروح. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه يا شيخنا يا كبيرنا ومشيرنا. وهي بوسه من جبينك من شيخ قبيله الحجاشنا، وهي بوسه من شاربك من شيخ قبيله الدبعينه. عافاك الله يا نايف. طمنوني يا جماعه الخير، وش اخبار العشيره؟ اه يا عمي الشيخ، اه والف اه. والله يعين الحي على بلواه. والله ترى الأخبار ما تزر لا عدو ولا صديق. خير يا بدعاس، وش فيه؟ والله يا شيخنا، من يوم صارت هوشي بالعشيرة اتهاوش بعدها بيومين زلمة من الفطاحلة مع زلمة من الصوالحة، وعلقوا الجماعتين مع بعضن. علقة بنت 60 كلب. ايه شو ايه يا عمي الشيخ؟ علقوا طخنار في بعضن، وتصاوب 5 زلم ونقلناهن على المستشفى، ويقولون انه بي واحد بيناتهم مخطئ. لا حول ولا قوة الا بالله، هذه الاخبار ما تسربت. اي بس بحمد الله يا شيخ زعلان،
اتدخلنا نحن ووجوه الخير وعقدنا الراية وذبحنا ذبايح وتصالحوا مع بعضهم، بس حنا يعني خايفين مو تسلمها بالعناية المشددة، ساعتها رح تعلق الطوشة من جديد يعني يا عم الشيخ، والله أعلم. الله يستر يا رب. تصدقون بالله يا جماعة، لا إله إلا الله، من ساعة اللي طلعت من العملية وقلبي ما هو مطمن أبد، بالي مشغول على العشيرة. بسيطة يا عم الشيخ، بسيطة، يعني الناس قاعدين يتفششون ببعضهم لأنه ما عاد بو مي. ما عاد بي مي؟ ليه وش صار بالبير اللي حفرناه وكلفنا الخمير والفطير؟ البير نشف يا عم الشيخ والمي غارت غارت. البير نشف. هدي حالك يا عمي شيخ، هدي حالك يا عمي. طول بالك يا عمي، طول بالك، والله مو محلة المسألة. دور مين هالحز؟ دورنا. يلا ادخلوا، بس انا لا تطولون على الشيخ. اي عجلوا. طلعنا هيك يا شيخ وما لقينا لك غير النار شاعله. وين شاعله؟ بالبيدر الشمالي. وش قلت؟ البيدر الشمالي احترق؟ اي وما ظل فيه شيء، كل شيء فيه احترق، الاخضر واليابس، لكن لولا لطف الله كانت احترقت كل خيام العشيره. لكن ربك حميد، ربك حميد، إنها الريح كانت شمالية والمصيبة راحت على الصوب الثاني على الحلال. أويلي بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الرزق وطار الحلال. أويلي. فضلوا لبرا، فضلوا لبرا. هدي حالك يا شيخ، ما في شي محرز، صحتك بالدنيا. الله يعافيهم يا حبيبي، الله يعافيهم يا حبيبي. ارجع ولا ارجع، نحن عشيرة بني شويلان. ارجع. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك يا حبيبي. دور مين هالعز؟ دورنا يا عمي. يلا ما ابو ملح؟ ملح وما نسمع لك إلا صوت وضحة تصرخ وتولول، هوالي وين راح النشامة؟ وضحة بنت ابني؟ إي بالله يا عمي الشيخ، وضحة بنت ابنك. والويش كانت قاعدة تصرخ؟ جاي يقبل حكي يا عمي الشيخ، جاي يقبل حكي. يلا احكي بالحجر، قلبي راح يوقف. ركضنا لعند وضحة لا نشوف شو اللي صابها. إي وش صابها؟ ما نلاقي لك غير حنش، حنش اسود كبير. حنش؟ وين كان الحنش؟ وين؟ بين رجليها، قرصها برجلها ملعون الوالدين، والحين البنت مشلوله بفراشها. يا ويل يا ويل ولا بنت ابني قرصها الحنش. يا ويلي ويلاه، يا ويلي يا سواد ليلي. شوف الحبة، صحتك بالدنيا يا شيخ. يا ربي تجيب العواقب سليمة يا رب، وتشفينا شيخ زعلان الفرحان، راعي عشيرة بني شبيلان. والله شفتك تقطع اليوم. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله. يلا دور مين هالحس؟ دور يا شيخ. أدخلوا بس أنا راح تقولون على الشيخ. يا شيخ. يا رب تشفيه وتعافيه يا رب. أنت الحكيم مرتجى يا رب العالمين. يا رب. وصحت أمها بنص الليل وقالت مزنة ما هي بالشك. مزنة ما هي بالشك. عجب وين كانت؟
يشهد علي ربي يا عم الشيخ، قعدنا ندور عليها طوال الليل هين وهين وما قلنا نلاقي لها اثر. عجل وين راحت؟ عرفنا بعدين انها راحت خطيفه مع شاب جربان من عشيره ابو خشوم. مسنا راحت ايش؟ بقي بحياتكم. وخر عليه. عسى خير، عسى خير. دور مين هالحس؟ ابو داعي يا شيخ، الشيخ زعلان طال عمره. توفى. وش الحكي؟ وش تقول انت؟ شيخنا معك؟ جت ساعة الغفلة يا النشامة، هذه ساعة الغفلة يا العشاوين. رحمة الله عليه العدو يا رب. رحمة الله عليك يا شيخ، رحمة الله عليك يا شيخ، يا رحمة الله عليك يا عم الشيخ. الشيخ زعلان مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع دكتور، لقال لك الله يرضى عليك، بتنزل الجثة مباشرة لتحت وبتحاول تهربها برات المشفى. قولك شو ليش؟ إذا على الزيارة إجا 30 وجه من وجوه العشيرة، بقى كم واحد بفكرك رح يجي من جنسة المجثة؟ إيه صدقني، عشيرة بني شبيلان رح تزحف كلها عن بكرة أبيها وتجي على المستشفى. يلا تصرف بسرعة. أيوة، شو هالحكي؟ عشيرة بني شبيلان كلها صارت بالمشفى؟ لا حول الله، العمى ما كذبوا خبر. حديث المرايا يا مرايا.